حكيم الصين عمل ايه لما كل واحد راح يشتكي له الايه المتاعب بتاعته؟ قال لهم كل واحد يكتب متاعبه في ورقه ورموها في الصندوق اللي هناك ده، وبعد اسبوع تعالى خد الورقه اللي تعجبك. فبعد اسبوع جم كلهم عشان ياخدوا الورقه بتاعته، كل اول واحد مسك ورقه قال له ما تاخد ورقه، قال له انا عايز ورقتي. كانه شاب بلاوي تاني. ولذلك الفلاحين ترجموه وقال لك اللي يشوف بلوت ايه غيره تهون عليه بلوت، يقول له يا رب كويسه كده. نعم.